السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم الصف الثالث الابتدائي. النهاردة إن شاء الله هناخد أسلوب جديد وهو أسلوب أنا. أسلوب أنا. تعال معي أنظر إلى هذه الصورة. ماذا شاهدت في هذه الصورة؟ إنه ولد يفتح صندوق كاملة. يجب علي أن أقول له يجب علي أن أنهيه أو أمنعه عن فعل هذا الشيء، فأقول له لا تفتح الصندوق كاملا. لا، وهي جملة أسلوب نهي بدءا تتكون من لا وفعل مضارع. لا والفعل المضارع، لأن هي زائد الفعل المضارع في كلمة تفتح. شاهد معي الصورة الأخرى. ولد يقطف زهرة. ولد يقطف زهرة. ماذا أقول له؟ يجب أن أمنعه أو أنهيه عن فعل شيء، أنهيه عن فعل هذا الشيء. أقول له إيه؟ لا تقطف الزهرة. هنا أسلوب نهي يتكون من لا اللي هي زائد فعل مضارع في كلمة إيه؟ تقطف. طيب لما أعطيك أمثلة أخرى، انظر معي. لو رأيت ولد يهمل دروسه فأقول له إيه؟ لا تهمل دروسك. لا تهمل دروسك جملة أو أسلوب نهي يتكون من لا اللي هي زائد فعل مضارع في كلمة إيه؟ تهمل، في كلمة تهمل. عندما تشاهد ولد يضرب قطة، ماذا تقول له بأسلوب نهي وتمنعه عن فعل الشيء؟ أقول له لا تضرب القطة. لا تضرب القطة. هنا أسلوب نهي تتكون من لا اللي هي زائد الفعل المضارع يا أصحابي، فهي جملة إيه أو أسلوب إيه؟ أسلوب نهي. عندما ترى أو تشاهد ولد يكتب الخطأ، وهذا فعل إيه؟ خطأ. أحذره وأمنعه عن فعل إيه؟ هذا الفعل. يكتب الخطأ فأقول له إيه؟ ممتاز. فأقول له إيه؟ لا تكتب على الحائط. وهو أسلوب نهي يتكون من اللا النهية زائد الفعل الإيه؟ المضارع. من خلال ما سبق، نستطيع أن نستنتج القاعدة. أقول أن النهي هو طلب الامتناع عن فعل شيء معين. يبقى القاعدة معايا هنا أن النهي هو طلب الامتناع عن فعل شيء معين. طيب أسلوب النهي يتكون من كما قلنا في الأمثلة السابقة، قلنا إيه؟ لا النهي زائد فعل إيه؟ مضارع. لا النهي زائد الفعل إيه؟ المضارع. إذا يبقى أسلوب النهي أن شخص عن فعل شيء إيه؟ معين. شكرا على حسن انتباهكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.